عبد الرحمن، أحب أعرفك، منال. منال شخصية مخلصة جدا وهتشتغل معانا. ازيك يا عبد الرحمن؟ اتشرفت. أهلا وسهلا. ها يا عبد الرحمن، منال ما بتفكركش بحاجة؟ في الحياة لا. ما كانش له لزوم جو الأفلام اللي أنت عملته ده. كان ممكن تقولي إن إحنا رايحين نشوف عمر وخلاص. مبقاش عمر خلاص. يعني إيه؟ يعني اللي أنت شفتيه ده اسمه عبد الرحمن. عمر فقد الذاكرة في الأردن. وإحنا فهمناه إنه اسمه عبد الرحمن وإنه واحد من رجالتنا. إيه رأيك؟ أنت عارف يا دودو، أنا بحب المفاجآت. حبيت اختبره قبل العملية. عملية ايه؟ احنا مش قلنا بلاش الأسئلة الخطر دي تاني يا ندى. قلنا بس خلينا في المهم. عملت ايه مع الكونسول اللي انت كنت بتقولي عليه؟ خلاص ظبطت كل حاجة وهنقابله قريب. برافو يا ندى، جود جاب. شاطرة انت يا ندى. طول عمري. ايه يا ابو حماد، طمني وصلت ولا لسه؟ كتير منيح. يلا جهز نفسك، تعليمات العمليه الكبيره وصلت، الناس اتصلوا واعطوني كل التفاصيل. ابو حماد ما بدنا اي غلط، واللي صار بالمدرسه ما بيتكرر. تمام، يلا مع السلامه.